السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. كيف حالك يا شيخ وليد؟ حضرتك سني ولا شيعي ولا ايه بالظبط؟ يا شيعي. طيب احنا دلوقتي عندنا الموضوع، بس عشان نبقى في صلب الموضوع، الخطبة الفدكية تقول أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا من فاطمة ومن كلام فاطمة في كسر ضلع الزهراء. ماشي بس كسر ضلع الزهراء عليه السلام صحيح وروايات ثابتة وذو أصل وأحاديث صحيحة ومسندة ومن كتبكم أنتم. طب لو سمحت ممكن بس قبل ما تلجأ لكتبنا اللي عادنا نقوله يا جماعة، ما عندنا حديث صحيح أصلا في الكسر. اسمعني بس، ممكن حضرتك تثبت لي كده؟ ماشي بس انطيني مجال. اسمعني ابتداء الأول. حضرتك الأول اثبت لي الموضوع من كتبك، وبعد كده بتعال قول كتبك والله فيها كذا وكذا وكذا. وليد اسمعي، يعني ثبت العرش الأول ثم انقش. تمام، يلا تفضل. اسمعني مو اسرع، ادخلك بالنقاش. ليش احنا مقدمات بالبدايه وبعدين ندخل بالنقاش؟ تفضل حضرتك، انا ما بحبش بس الكلام الكتير عشان الوقت. الله يبارك في عمرك ويهديك يا رب ان شاء الله. اديني روايه صحيحه على مبانيكم. اديني معك واحده واحده. اديني روايه صحيحه على مبانيكم في كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وارضاها. تفضل. بس اسمعني دقيقة، راح أعطيك روايات. لا ما فيش دقايق حضرتك، تفضل خش في الموضوع على طول. تفضل. هو أنت هذا أسلوبكم، ما تطون المقابل يتكلم يا عم. ما تخش في الموضوع، أنا قلت لك حاجة. خش في الموضوع بلا مقدمات، تفضل ادينا الرواية وخلاص. ما أنت قاعد من الصبح تسمع، ومن الصبح نقول عايزين رواية صحيحة. تفضل. مو أنت جاي تستغل عقول ركيكة ركيكة. طب اتفضل، ما فيش يعني. هي دي الدقيقة حضرتك، يعني حضرتك هي دي الدقيقة. جاي تستغل ناس. اسمعني بس واحدة واحدة حضرتك، هي دي الدقيقة اللي أنت عايزها، ولو ما أخدتهاش هتموت مثلا. اتفضل الدقيقة، يلا ابدأ يا سيدي. اتفضل معاك الدقيقة، يلا. ماشي. الخطبة الفدكية الزهراء عليها السلام تقول أنت أول ما دخلت فاطمة الزهراء عليها السلام. يا تسمعني؟ اسمعك والله ساكت وبكل اذان صاغيه. تفضل. تقول فاطمه الزهراء انت فبكي الجميع. فبكي الصحابه اللي ورا شويه، الصحابه اجوا كسروا ضلعها وكذا وحرقوا بابها. هو انت تقدر توضح، وتقدر انت اذا قارئ صدق الخطبه وضحها للناس. هاي الناس اللي جاي يتعلق ويسب الشيعه بسببك انت، المفروض الامانه العلميه اللي تحملها تنقل لهم الروايه، مو بدايه الروايه ان فاطمه انت وابكت الجميع. من كان ابكت؟ ما ابكت ابو عمر وابو بكر، ابكت الناس اللي موجودين وهم الصحابه، وفيهم من العليا من الصحابه، فيهم ناس كانوا يحبون الرسول ويحبون اهل البيت. هذا هؤلاء الذي ابكتهم فاطمه الزهراء، ما ابكت عمر، ما ابكت ابو بكر. واضح؟ وفي الخطبة هي تطالبهم بالخلافة الشرعية لعلي ابن أبي طالب. اقرأ لهم الخطبة إذا أنت رجل، اقرأ لهم الخطبة خلي يفتهموها، وبعدين كذبها أو قول هاي مو صحيحة وهاي منقولة. هاي خلاص حضرتك كلمتك. الدقيقة خلص. ماشي. الآن أنت تقول أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم من بكوا وليس أبو بكر أو عمر، صح؟ طيب عليه. نعم. عليه. أليس هؤلاء الصحابة هم الصحابة الذين وقفوا مع أبا بكر وعمر لإحراق دار فاطمة عندكم؟ تفضل. صحابة وقفوا مع أبو بكر وعمر لإحراق الدار. أيوة. طبعاً هي الرواية طويلة. لا تقوم تسوي لي خليني أسولف، ولا تستهزي، لا تستهزي بعقولنا. رحم الوالدك أستاذ وليد، أنت عالم وعندك أمانة علمية جاي تنقلها، فالمتصل احترمه ولا تستهزئ بي. حلو الكلام؟ على مود انا ما استهزئ بيك وبعدين تقول اقل الاحترام معي. انا احترمك وجاي اناقشك بالعلم. مو هو انا استهزأت ولا اتكلمت؟ انا ما اتكلمتش اي كلمه.
يعني لما ولا يقول اهان ولا انا لما يقول عطيتك ايه انا عطيتك لسنة المايك وما لسنة اتكلمتش ولا كلمة. انت بتتشاكل مع ماشي نفسك، انت بتتشاكل مع نفسك، انا ما اتكلمتش ولا كلمة. ماشي 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 ماشي. لما ولما اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة وقاموا يعني نصبوا خليفة، علي بن أبي طالب عليه السلام والزبير بن العوام اجتمعوا في دار فاطمة عليه السلام، يعني يحكون بهذا الأمر عمر الخلافة، فسمع عمر بن الخطاب يعني دزلهم طارش قالهم روح جيبوهم. فمرة اثنين ثلاثة النوب، هو عمر راح بيت فاطمة الزهراء وهدد فاطمة الزهراء. في كتبكم، في كتبكم هاي الرواية موجودة، أنا هسه ما عندي صحيح مسلم وكل اللي يتصلون بيك أنت تلزمهم أنه تقرأ لي من الكتاب. إحنا ناس بسطاء، إحنا ما عندنا كتاب صحيح مسلم، ما عندي كتاب البخاري حتى حطه بالبيت وأنا أجي أناقشك، ولا أنا ودي كان حتى أتصل بيك، لكن أكو ناس ضعيفين النفوس وقليلين الإيمان يتصلون وأنت جاي تخدعهم بكلامك يا أستاذ وليد، وهي أمانة علمية صعبة عليك. ممكن بقى صعبة. تسمعني خلاص، الدقيقة بتاعتك خلصت، الدقيقة بتاعتك خلصت، انت الدقيقة انت بتاعتك الخطبة خلصت، اسمعني عمر. خلاص انا وطيت عليك الصوت عشان الدقيقة بتاعتك خلصت. اولا ده مش سؤالي، انا سؤالي ان انت حضرتك قلت ان الصحابة هم من بكوا من كلام فاطمة في الخطبة الفلكية ولم يبكي ابو بكر وعمر، فقلت لك هل هؤلاء الصحابة الذين وقفوا مع ابو بكر وعمر في مسألة ضرب أو كسر أو إحراق الدار أم لا؟ ده سؤال. إيه ودانا بقى عن التهديد والكلام ده كله؟ قل لي هم الصحابة اللي بكوا؟ نعم هم اللي وقفوا وأحرقوا دار فاطمة. تفضل. الصحابة اللي وقفوا وحرقوا دار فاطمة هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وقنفذ وخالد بن الوليد، هم الذي أحرقوا دار الزهراء. طيب والصحابه اللي هم بكوا انت ليه ما اسمعني بس اسمعني 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 ليه الصحابه اللي بكوا دول ما وقفوش مع فاطمه؟ نعم، ليه الصحابه اللي بكوا ما وقفوش مع فاطمه؟ كانت السلطة بيد عمر بن الخطاب وبيد أبو بكر. طب ما هي السلطة برضه كانت في إيد عمر بن الخطاب، وصية... اسمعني بس، السلطة كانت في إيد عمر، اسمعني بس، هذه وصية السلطة، الرسول اسمعني صلى الله عليه اسمعني، هتسمع برضه، هتسمع، خليك تسمع غصب عنك. السلطة كانت في يد أبي بكر وعمر ومع ذلك بكوا وأجهشوا في البكاء. تفضل يلا. شلون شلون وضح سؤالك شلون؟ بقول لك السلطة كان في يد أبو أنت بكر صاحب وفي يد البيت، عمر، أنت وهم صاحب كانوا جالسين في البيت مجلس أبو بكر وعمر. اسمعني وتتحكم بالبيت. يا عم اسمعني، هم كانوا جالسين في مجلس أبو بكر وعمر ودخلت عليهم فاطمة، إذن هم في المجلس يعني ما خافوش لا من أبي بكر ولا من عمر، وادهشوا بالبكاء وبكوا ونحبوا في البكاء حتى سكتت وهدوا وبعدين تكلمت تاني فبكوا تاني. فدول اللي بكوا، المجموعة من المهاجرين والأنصار اللي بكوا دول، لماذا لم يقفوا مع فاطمة أثناء إحراق الدار؟ هل هم من المنافقين أم غير المنافقين؟ لا، غير المنافقين بوصية النبي. جميل أو الحمد لله رب العالمين. دول مجموعة والمجموعة دي كبيرة، فكيف هؤلاء، اسمعني بس، كيف اسمعني بس اسمعني ابو بكر اسمعني اسمعني، كيف هؤلاء ليسوا من المنافقين ومع ذلك لم يدافعوا عن فاطمه رضي الله عنها وارضاها؟ ده الامر الاول. الامر الثاني، هذه الخطبه وانتم تقولون ان الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه وفي روايه اربعه، تمام؟ فكيف للمرتدين عندما يسمعوا خطبة السيدة فاطمة أو أنين السيدة فاطمة يبكون حتى تتل لحاهم ويجهشوا بالبكاء؟ أقدر أجي لك رحم الله والديك على هذا السؤال؟ أقدر إيه؟ تسمعني واضح؟ أسمعك تفضل. أنا أقول لك رحم الله والديك على هذا السؤال، رحم الله والديك على هذا السؤال، بس أتمنى أكون من أجاوبك انت ترد علي بدليل علمي. انا راح اجاوبك من القران الكريم. تفضل. ماشي. الله سبحانه عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم،
الله سبحانه عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا نبي قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. من اللي انقلبوا على أعقابهم؟ إذا تقول لي خلافة أبو بكر وعمر وعثمان صادق والأمور ماشية حلوة وما حدث أي خطأ، فالله سبحانه عز وجل قال انقلبتم على أعقابكم. من الذي انقلبوا على أعقابهم؟ إذا ما انقلبوا على أعقابهم هتكذب الله سبحانه عز وجل. واحد. هي الآية الغريبة، هي الآية اسمعني الآية الغريبة العجيبة ديت في أي مصحف؟ الآية الغريبة العجيبة اللي أنت قلتها ديت في أي سورة؟ طيب تفضل. والله العظيم عجيبة، والله العظيم عجيبة. تضحك على هاي الناس المساكين اللي جاي يتعلق لك يا استاذ وليد. الآية مش كده خالص، الآية مش كده خالص. انت عالم، انت تلفون وتدورون بهاي السواليف، تلفون وتدورون بهاي السواليف. الآية اصلا مش كده خالص. ممكن حضرتك تجيب لي الآية السليمة من المصحف السليم والآية والصورة السليمة؟ اصل دي آية مزيفة، والله العظيم دي آية مزيفة. ايه رأيك بقى؟ وياريت كده تعدي حضرتك وانت جايب الآية، تعدي على تفسير المعصومين عندك ونشوف الآية دي نزلت في غزوة أحد ولا لا. بس الآية السليمة، الآية الصحيحة، الآية الحقيقية، مش اللي انت قلتها. ممكن؟ يلا. أو ما نزلت بالواقع. بس أستاذ وليد انت تسمعني، رحمة الوالديك ما لنا علاقة شو وقت نزلت الرسول علاقة. يا عمي أيوة صح كلامك كله صحيح. ما في مثل عندنا بيقول لك إن قبلك إيه هوده. شكرا ليك يا كابتن، ضيعنا وقتنا على الفاضي.